السلام عليكم تلاميذ صف الثاني الأعزاء، هذه مراجعة هتكون بإذن الله للمهم اللي حيدخل في الامتحان، مراجعة لما أخذناه. طبعا السلوك الصحيح والسلوك الخاطئ نضع علامة صح بجانب السلوك الصحيح، حيكون شفوي. أنا نوريكم صورة وأنتم تقولوا لي هل هذا سلوك صحيح أم غير صحيح. الولد ينظف الشارع، نعم سلوك صحيح. أما الولد الذي يلعب في الطريق ويعرقل حركة السير ويضر المرأة فهذا سلوك غير صحيح. سورة الهمزة بإذن الله حتكون شفوي. الله هو الخالق، بسم الله الرحمن الرحيم. خدينا أن الله هو الخالق وأن العبادة تكون لله وحده بحمده وشكره وبالدعاء والصلاة والعمل الصالح، وخدينا الله لا إله إلا هو الواحد خلق الكون وتبارك ربي ما أكرمه لا تعد ولا تحصى أنعمه. اعلم يا بني أن الله هو خالق الكون وما فيه من مخلوقات. ما واجبنا أن نعبد الله ونكثر له الحمد والشكر. مهم هذا طبعا. من خالق هذا الكون والمتصرف فيه؟ الله. من خالق هذا الكون وما فيه من مخلوقات؟ هو الله. بما يكون حمد الله وشكره على نعمه؟ بعبادته وحمد بالصلاة والدعاء والعمل الصالح. نحمده ونشكره على النعم التي لا تعد ولا تحصى. طبعا اخذنا نشيد الخالق وعرفنا ان الله هو الذي خلق السماء والبحار وسخر السحاب وهو الذي انزل الامطار علينا لتسقينا وتسقي الارض والزرع والحرث، وايضا علمنا ان الله هو رب الناس ورب جميع المخلوقات، وعلمنا ان من خلق العصفور في الجو وعلمه ان يطير هو الله، وهو رب الأطفال ورب الحبة والطيور التي تجعل من الحبة نباتا لذيذ المذاق وعلاجا فيه شفاء للناس. هو رب الكون، هو الله. من خلق البحار؟ خلق البحار الله. من خلق الأطفال؟ غير الله ربنا ورب كل الناس. من خلق البحار؟ الله ربنا ورب كل الناس. من خالق هذا الكون وما فيه؟ هو الله. ما واجبنا نحو خالقنا؟ عبادته وحده بالصلاة والدعاء والعمل الصالح. هذا هو المهم في التربية الإسلامية، بالتوفيق لجميع بإذن الله.